يستعد منتخب الشباب للموي تاي لبطولة العالم التي ستقام في ماليزيا من تاريخ 10 لـ 20/8. الحمد لله رب العالمين، التدريب كان قبل شهرين الآن، كثفنا التدريبات يومي، صار تدريب صباحي ومسائي، وإن شاء الله الشباب يعني مستعدين لغاية اللحظة. يشارك المنتخب الوطني بست لاعبين مقسم إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى من 12 إلى 13 سنة، الفئة الثانية 14-15 سنة، الفئة الثالثة 16-17 سنة. بست لاعبين طبعا، نطمح إن شاء الله بالحصول على الميداليات نتيجة مشاركة بعض اللاعبين في بطولات سابقة، وفي بعض اللاعبين التجربة الأولى لهم من أجل اكتساب الخبرة إن شاء الله.